زي واحدة واحدة. اتفضل. طيب عندك ايه تاني يا حاج من المشكلات غير موضوع العفش؟ النداوي بقى. النداوي. نداوي تقيل قوي، ومهما الرش بقى ما بتعملش حاجة. ما بتعملش حاجة في البصل. طب النداوي دي اعراضها ايه يا حاج عندك؟ اعراضها بنبص البصل يشيط كده. يحصل فيه زي الشيطان من فوق كده. يعني طرف الورقه كده يصفر كده وتنشف كده ويحصل فيه شيطان كده. والبصله ما تكبرش قوي. والبصله ما تكبرش. فلما كنا ما فيش فيه نداوه بقى بيبقى البصله حلوه وتلاقي منظرها جميل يعني. طيب خلينا نعرف بس اهم المشكلات اللي انت يمكن تتعرض لها. النداوه. النداوه. النداوه دي اهم حاجه. يعني احنا بنرش يمكن في الزرعه ديت اكتر من 10 في الشهر. ومفيش فايده. في نداوه كتير. طب النداوه دي الاعراض بتاعتها بقى حتى بتبقى على الورقه ذات نفسها، على في لطعه بتيجي على الورقه كده اللطعه تيجي على الورقه زي الاصداء كده زي الصدى. صدى صدى كده بيجي على الورقه وشيطان في الورقه يعني طبعا ده بيأثر على بيأثر والحشائش والكلام ده. الحشيش على طول طبعا احنا بنجيبه بفرط نقيه فالمحصول بيتأثر. المحصول بيتأثر. ايوه. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في اخر فقرتنا النهارده مع الباشمهندس بهاء سعيد، وهو احد افراد الفريق الفني لشركه فارماسيوتيكال، اللي هيتكلم معانا النهارده عن اهم المركبات اللي ممكن تفيدنا في القضاء على الاعشاب، في القضاء على الندوات، وكمان في زراعه البصل. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا باشمهندس محمد لبيب النهارده كلمنا وقال لنا وصفه خلصت معانا على الاعشاب العريضه والرفيعه منها، لكن ما زلنا في صدد الكلام عن موضوع الندوات. عايزك تلخص الموضوع ده وتشوف لي فيه حل، لان الفلاحين منزعجين جدا من موضوع الندوات اللي بتصيب البصل. بالنسبه للندوات اللي بتصيب البصل، لو احنا بنعمل عمليه الوقايه مش هيبقى عندي ندوه من الاساس. بالنسبه للبصل في البدايه خالص احنا بنرش مركبات النحاس كوقائيات معايا. كل المعدل الرش معايا من 5 أيام ل7 أيام، كل 5 أو 7 أيام في رشه نحاس. كويس. مع الموبتات الفطريه الثانيه. النحاس بمركباته كلها سواء ميتالاكسيل مع اوكسوكلور النحاس او ميتالاكسيل صافي 35% الفاكوميل بلس، دي كلها مركبات نحاسيه. في بعد كده الفتره اللي بعدها بنستخدم الروداميل جولد مانكوزيب او اكروبات المانكوزيب، دي كلها بيبقى عباره عن ديموسويرف مع المانكوزيب نسبه المانكوزيب. دي كلها حاجات معالجه وقائي وعلاجي في نفس الوقت. كويس. تمام. بالنسبه للبصل فديت مراحل اساسيه في البصل معانا. لو احنا فضلنا في البصل رش وقائي علاجي وقائي في نفس الوقت مش هيحصل عندي الندوه خالص. خالص. يبقى معلش. تمام. تاني بقى استاذن حضرتك، ورقه وقلم كده اعزائي المشاهدين الناس اللي متابعانا، ونكتب كده ورا بعض. يعني عايزين تاني الوصفه، يعني كل هل في مركبات هتخلط مع بعض ولا كل حاجه لوحدها ولا كل حاجه كل اسبوع؟ يعني فسر لي كده عشان الناس تستوعب معانا. بالنسبه للمركبات البدائيه، اول حاجه مركبات النحاس، وممكن نخلط معاها مبيت حشري زي اللمباضه. كويس. وليس كلوروبروفوس علشان ما يبقاش ايه الفوسفور بيتفاعل مع النحاس. فهي اللمباضه اللي تبقى الخلط مع ايه؟ مع المانكوسيل، المانكوسيل بلس او الفاكوميل بلس او الاكروبات النحاس. كويس. دول كلهم مركبات النحاس اللي ممكن نستخدمها في البصل. كويس. بعد كده في الدياسين او روداميل جولد مانكوزيب او كل قد ايه وكميه قد ايه؟ هي معدل بالظبط 250 جرام لل 100 لتر ميه. طيب نقول الاسم ثاني معلش. اكروبات مانكوزيب. اكروبات مانكوزيب؟ اكروبات مانكوزيب. هو عباره عن 250 جرام لل 100 لتر ميه. او على الخمس ملوات عموما. كويس. يعني بالنسبه للي بيستخدمها. ديت مع اللمباضه. علشان المن والتريبس اللي بيكون موجود في البصل معانا اللي هو بيعمل الندوات بعد كده، اللي بيعمل اساس الندوه بعد كده. كويس. ان شاء الله. جميل. في جانب ده برضك ما نغفلش عن المغذي او العناصر الاساسيه اللي بتدي صلابه للنبات. مثل اول حاجه رشه كالسيوم علشان العرق بتاع البصله ما يتنيش معايا يحمل الندوه. طول ما العرق واقف معايا وصلب مش مشروخ وصلب لن يحمل الندوه، ما بيحملش الندوه. فدي اساس العرق المرخي ده هو لازما بيشيل الندوه عليه. واحنا عارفين تغير الجو ده بيجيب ندوه، عشان حراره عاليه مع رطوبه عاليه موجوده في الجو بيسبب للبياض الزمن. طبعا مجرد ما الورقه بتاعت البصل بتنحني كده خلاص بقى في جروف هنا وفي منحنى كده تحصل فيه كل المصايب في الحته المبنيه دي. وكده كده هي بقت مواجهه للجو، بقت خلاص عرضه للاصابه. خلاص يعني هي بقى بالعرض كده الورقه مالت فبقت عرضه بقى كل حاجه تقعد عليها، انما طول ما هي واقفه خلاص ما يصيبهاش اي حاجه. الكالسيوم يا جماعه، الكالسيوم مهم قوي في صلابه. يعني انا عايز انوه عن حاجه مهمه برضو حضرتك
لفت النظر ليها اهميه عنصر الكالسيوم ان هو بيطول الشيلف تايمينج كمان بتاع المنتج. يعني النهارده المنتج بتاعي 70% منه تقريبا بيتصدر، وبالتالي انا عايز ثمره تروح للبلد اللي هي رايحاها سليمه. الصلابه هي الكالسيوم في كل الثمار، مهم جدا عنصر الكالسيوم ده، بيطول معايا عمر الثمره، عمر التداول بتاعها، وبيقلل الفائد. يعني بدل ما انا مثلا بزرع 70 طن اللي بيوصل منهم 60 طن، لا انا ممكن اوصلهم 65 طن، اوصلهم 68 طن كمان بالتركيز في موضوع الكالسيوم ده، موضوع مهم جدا ما فيهوش هزار. جميل، ايه تاني من المغذيات والحاجات المهمه بقى وكمان اللي ليها علاقه بالتحجيم؟ العناصر الكبرى والصغرى دي رقم واحد في الرش معايا مع الاحماض الامينيه، علشان ندي مجموع خضري في البدايه يساعد بعد كده للصب في الثمره. هو ده المجموع الخضري معانا. ممكن الفارماجيل عباره عن ان بي كي عشرينات، ديت برضو كسمات متوازن يديني نمو خضري كويس جدا، مع الاحماض الامينيه مثل الزبيد او الفردوس، دمت معانا احماض امينيه او الامينا بلس او الفيتامين، دمت احماض امينيه مع نيتروجين بس يقبل الخلط مع الفارماجيل، فبالتالي بيديني نمو خضري كويس جدا للنبات.